اهلا وسهلا، مساء الانوار. كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. غبت عليكم هاد اليومين هادي، سمحوا لي غير على ود يعني الخدمه، وهاكم عارفين والدار وجرينا جرينا ما كرهتش بصراحه. اليوم البنات اليوم نعسه معشي صباح معايا ماشي سبعة الصباح مكان تكسمعوا الدقان. اش عندنا؟ هشام المداح جا اليوم مسكين، جاب لنا واحد لي كادو غزالين، غنوريهم لكم ابخي ان شاء الله حتى لمغاتشيه. دق علينا صباح، خلعنا مع سبعة الصباح كيدق، جا هو مراتو، مراتو مسكينه عيانه مريضه، راكم عارفين شنو وقع لها، شنو المشكل. مسكين بغى يفرحها، بغى ينسيها، بغى يدير معاها بزاف د الحوايج. مشيت انا للخدمه، جيت لقيت اجي امل تشوفوك، دا امل تصاوب ليها، جيت تشوفو شوفو امل دار ليها الراستا كيف ما كتشوفو، صاوب لها سكين زوينه. حاجه اخرى البنات، تلقيت اليوم واحد الاتصال من يوتيوبر صاحبتي صديقه ديالتي والكوبيده ديالي معروفه مي امرا شانيل، تفكات على خير وبخير الحمد لله، راها ولدت وليد ولله الحمد. مسكينه مالوريزمون انها الحمد لله على كل حال، المهم تمحنات في الولاده عاديه، ما وفقاش الله ودارت سيزاريان. البنات نقولوا لها مبروك عليك والف مبروك، ونتسناو ان شاء الله العقيقه وغنمشيو نشوفو مرتاح اش كيدير. هشام اش كدير؟ كيف ما شفتو البنات جاب ليا واحد الخديديات كيحمقوا بالكروشي، ومصاباهم اختي خديجه من يديها مسكينه قبل ما يخسر لها بنادم. شوفوا انتوما، وجابنا واحد كفه ديال اللوز، يا لالا ويا لالا كي دايره ما نقول لكمش. ها انتوما صحبوني يا اختي عند خويا هشام، ها انتوما شوف شحال ديال اللوز. مشكلة ماشي في اللوز، المشكلة سمعت قلت هاكا اللوز باش تدوز، المشكلة هو أن هاد اللوز خاصو التيموم. ويا أختي دابا والله العظيم سي كنفكر ليهم وحيدهم حبة حبة من الشجرة. هانتوما تبارك الله وشحال، واحد خمسة كيلو هنايا، ولكن إلا جيت ندقو الجيران غيدعيوني. والحاجه الواعره ان التقاهق على الدجاج ينسابو تبيض البيض، وجاب لي البيض البلدي شحال، جوج ربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 بيضة بلدية. قال لي هادو يخبيهم في بيتك غياكلهم لك غيخونهم لك. كل مرة شربي وحدة الصباح. هانتوما البنات شوفوا البيض البلدي كيف ما شفتو، ها هو هشام جاب بصراحة والله البنات كيف ما كتشوفو بحال التليفون بلي الدار بلا هشام. عرفتي البنات منين عرفوا هشام جا؟ فاقوا الصباح هو دخل نعس، دق انا ما سبعة الصباح نوضو كيخملوا في الدار وكيجمعوا كيرونوا لحقاش كيجبدلوا ماركاني كيجبدلوا الدنيا كامله. هشام معنا، وبغي نقول لكم البنات قولوا له في لي كومونتير الله يعوضك خير، وباقي ان شاء الله يدير وليد وجوج وثلاثه، وفريمون له لا يتبعك الغيب. وبلا ما تقولوا هذيك القضيه ديال حقه درتو البوز، حقه هادي فريمون البنات مراتو مسكينه جاتها ايموراجي، وراوني في التصاور يعني الحيمه صغيره راكم عارفين ديال الشهر او ديال 20 جور كيفاش كيكون. ربي يعوضهم خير ان شاء الله. وضاقت به الدنيا ومعرف فين يمشي، ودق الباب ديالي مع السبعة الصباح، قلت لهم خويا مرحبا والف مرحبا. وفعلا عيطت للصحاب وعيطت للحباب، قلت لهم بغيت نبدل نجي واحد يوم ولا ثلاث ايام، ما كاينش شي واحد كلشي الصراحه طفى عليا التليفون بمعنى الكلمه بدون ديك الاسماء. واحد قد نعمه هي، عيطت لهم كاملين، ما كاين حتى شي واحد دافيه، ما كاين حتى شي واحد جاوبني على التليفون. اللي عيطت ليه كيقول لي انا ناخذني الدار عندي عامره ما مساليش، قلت لهم ماشي مشكل حيت نهار كيبغوني هما تلقاوني، ونهار بغيتهم انايا ما لقيت شي واحد. انا ماشي وقفت عليهم بغيت الفلوس ولا بغيت شي حاجه، اللهم لك الحمد ساترين ايدينا حمدنا الله وشكرنا بخير وعلى خير. ولكن ملي تشوف كتقول شي واحد راه خوك ولا صاحبك ولا من واحد كتعتبر عائلتك، في الاخر ملي كتوقف ملي كيوقف عليك هو كيلقاك، ملي كتوقف عليه انت ما كتلقى حتى شي واحد. كنقول لهم ماشي مشكل الدنيا دواره، اليوم عندي وغدا عندك وغدا عندك. دابا انا هشام تخاصمت مع راجلي وجمعت قشي وجيت عندك، تجري عليا بالحبابي
بالحق انت وراجلك. لا راكم خاصمه معاه، غنجيب والدي ونجي. مرحبا بك مرحبا. هشام منين وقع المشكل مرتك بغيت المتتبعين ديالي يعرفوا شنو وقع بالضبط، لان سولوني الناس وانا بغيتهم يسمعوها من فمك نتايا كيفاش وقع واشنو وقع وشنو كاين وفين. انا غنوريك التصاور، حتى انا عرفت غتسوليني هذا السؤال. انا غنوريك التصاور اللي كتشوف فيها الاولى ياك، ها الاولى في الاول كيف ناضت يعني خرجنا حنايا اصلا انت ما تعرفيش كيف بغيت نشرح لك. خرجت قالت لي هشام انا بغيت نمشي مع اختي اختها بغات يدوا الجلابه ديك الخضراء المصبانه. فاش جات قالت لي هشام جاتني قالت لك الدم 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 بزاف. قلت لها كيفاش جاتك الدم وانت حامله؟ حاشاكم البنات وهذا الشيء ما فيهش العيب، لان حنايا سميتو باش ما تقولوا لا لي لانه اصلا ما نقبوش في لا فيديو. الا بغيتي ما نقبوش في لا فيديو فوالا. وهي تقول لي جاتني الدم 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 تخلعت. هي هذيك دات اختها للسبيطار ديال البلاد ديال اللي مخصص الحومه. ما قبلوهاش. مشينا لبني ملال حيت هما في الدوار ومشينا لبني ملال. ملي مشينا قال لي راه جات الايموراجي وخسر لها بنادم. شنو السبب ديال هادشي؟ ما ما بينها حتى شي حاجه. قالت لك هبطت مشات لهذا كي جات ما فهمت حتى انا حتى شي حاجه. وراه هي ملي دخلت وهي ناعسه. البنات حنايا كنعرفوا الصحه حق والعين حق، ولا فوت اللي دار مدح هو انه من نفرح فرح معاه كل شيء وبغى يقولها لك كل شيء. بغيت نقول لك لا فوت الحقيقه شنو هو باش نجيك من الاخر بلا ما نطلع عليك ولا حتى شي حاجه. واحد خيتي تاع الله ياخد فيها الحق تنقول لها تنعود نعاود نقولها. دارت عليا واحد الفيديو وداك الفيديو شافو عائلتها وبلا ما نكمل. وداك الفيديو راه كيشتيني حتى نتيا ويا ريتو يتحيد من اليوتيوب. هذيك السيده اللي كانت سلفتني اللي كانت عطاتني كادو يا ربي تسمح ليا عطاتني كادو ليا وليها وفي الاخر بغات دير لبس على ظهري انا وداروا عليا مجمع. داروا عليا مجمع اللي اتهمتني انا وياك وريضه بنت الشنويه وداك الشيء اللي كان. دابا المشكل ديالنا كيف ما سمعت انا هاد السيده هادي اللي راه سلفاتك كتقول ماشي بلي ماشي هي اصلا مولات قناه. وهذاك السيد اللي قريت انا لان هادشي نورمالمون غتحط غتحط وتعرف ف داك الكتاب اللي كنكتبو كيعاود داكشي قالت لك ما كتعرفوش وبعيد عليها هذا ما كان. والقناه ماشي ديالها هي دايره غير خير. شوفي انا هاد السيده فاش دخلت عليا النهار الاول يسرى دخلت عليا ها هي باش دخلت عليا قالت لي هاد السيد هي هادي ياك باش دخلت عليا عندي كلشي مسجل. باش دخلت عليا قالت لي اسمع انا غنسمعك بواحد الاوديو هادشي قديم غنسمعك غير واحد الاوديو. بعدا فاش قالت لي ها هي فاش قالت لي راه مرتك اصلا شوف شوف كان صيفطت لي تاع شي الدوله المكانه تاعت الماء ولا الضوء ما عرفتش تخربق. شوفوا بعدا السيده اللي كانت كتشوفنا فريمون الا عندك شي مشكل انت وهشام حاولوا تصلحوه بلاتي هي احسن بلا شكايات بلا مخزن بلا قذف بلا سب بلا حتى شي حاجه. الا فريمون انت ما عندك حتى شي علاقه وبصح كيف ما كتقولي قناه ماشي ديالك حاولوا انكم تصلحوا هادشي وديا. عطيتي داكشي واحد الاجر الله يخلف عليك حتى هو يستاهل لان خبيبتي وعارفك انايا كتشوفيني ما سلفتيهم ليه ما ضربك عليهم ديك انت عطيتيهم ليه ياك. وصدقه ما يمكنش انها ترجع ولا داخلين بيناتكم عباد الله حاولوا تشوفوا هاد الناس شكون هما. ويعني ياك انت مستعد انك مثلا الى تقاد انت وياها ايوا قري عافاك هادشي ما تنوريهم باش ما يقولوا لكش نو قرب لهم نيت ما عرفتش تبان قلوبها ما تعلمنيش ما تعلمنيش ندير الخير. قلت لها ما تعلمنيش ندير الخير وكيفاش نديرو هذوك الفلوس غيمشيو الناس اللي ما يضحكوش على الناس وما غنشرحش ليك حيت عندي عائلات محتاجهم اكثر منك وزيدون انا ما غنتعاطاش معك يعني نكون معقوله غير باش نعلمك انا من داك النوع اللي عطيت 100 درهم نقدر نخسر 10000 درهم الا حسيت بالشمته. اختي انت ياك عارفه وربما انت مولات الخيمه دام درتي هاد البديل انك عطيتي هي نهار عيراتك نهار قلت لها انا عندي يسرى مود هيا سمعي بلاتي
انا كون هنا ما كنش اللي كان في الصلاه فما حسيت المريم تمحي ماشي شغلي انا ما كناكلش شكرا لالا قلتي تمشيت غباعه قا شكرا لالا الله يطولي عمرك او بليزير الله يبارك فيك شكرا بزاف انك تعيريني بهذا اللفظ هذا واخا انا ما تنعرفكش وما نقدرش ندوي بهذا المصطلح اللي دويتي به انتيا مع الناس انا زعما بغيت نحاول اني ندخل بيناتكم بخيط ابيض ساعة كاش على قاعد شويه زعما بغيت نصالحكم لا انا وريتك شوفوا ربي كيشوف والله ياخذ حق انا مربيه واحد دقيقه قالت لي سول عليا ولد الحوات راه كيعرفني مزيان قلت لها راه كاين رضا ولد الحوات عند ولد الحوات نهار كان قالت لي سولوا عليا مزيان راني نقدر قالت لك نخسر وجهي بنادم غير بالملايين يعني نقدر بلا ما نقول لك كلشي مكتوب شوف هذه واخا تقول بحال هكا مادام انها خذات البادي غير انها تعطيك كيف ما قلت غنعاود نقول لك مادام انها خذات البادي انها تعطيك كان كنت ما مزيانه واخا عيرتينا وانا ما كنعرفكش ما عاطياني ما عاطياك فهمتي درتي فيه الخير الو خلي خيرك يتبت وقطعك مصيفط لي شي واحد من طنجه ولا من اصيل ولا من عطفين قالك ما عندها حتى علاقه بما كتعرفوش لا وهي اللي مصيفط لي هذا الاوديوات ها هي رقمها هذا وهي اللي مصيفط لي وهي اللي كانت صيفطت لي نهار قالت لي سر السيد كيتسناك راه غيعطيك الدار يعني تواصلوا معايا شي ناس لا غيعطيك الدار غيعطيك الدار قالت لك في اصيله قعد فيها حتى عاد فيلا ونفس الهضره اللي قلت لي انت ما نخش عندي قالت لك وهي هذاك نفس الشخص ما كتقولي لي وحده خدامتها ولا كيف قلتي لي قالت لي قالت لك خدامتها ما كاين هي اللي خدامتها هي اللي كاينه في المغرب هي اللي كاينه في المغرب كاينه لا خدامتها ولا بنت شريت ربح انا فريمون دوت من حيت دوت عندي حتى المحل ودرت بوجهها وكلشي ولكن ملي جا عاود جا عندي هشام وشفتها شنو معايا غير فيا انا ولا اختي ما تنعرفكش اصلا وهو يعني بينك وبينه مشكل ما كاينش رباعه فهمتي حشومه وما نقدرش نقولها ولو غير بالضحك لانني فريمون مربيه وما كنقدرش نقسم هذا اللي دخل المحكمه في الميتال حيت هما دابا جبدوا شي دواسي قدام اللي كنت انا مجوج بواحد السيده داكشي القديم اسمع شو قال لها هشام مدح هذا هشام قلت لك كنعرفو مزيان كنت مقتنين في اليوتيوب هو يعرفو عقدي انا داك كنعرفو عاد تلاقيتو مع عقدي فلوس هو كنمشي عيط في عيد عيط تما يا وزع وانا عمري ما عيطت في تارودا انا نهار عيط الكبير دوزتو في الامارات ما عيطتش هنايا دابا انا ما عرفتش هادشي واش بوز ولا لا ماشي بوز هادي نجيك من الاخر هادي بحال قوليها انتيا هادي بحال هذاك ديال حمزه مون بيبي بحال هكا كنجيك من الاخر علاش حيت عطاتني نهار الاول عطاتني 1000 درهم في 1000 درهم في 1000 درهم في 1000 درهم في 1000 درهم 5000 درهم وكلشي في نهار واحد يعني ما قلتش ليها عطيني كيف عطيتها تشوفك في نهار واحد 4000 هاي ولا عطيتها تشوفك 1000 ما عرفتش في نهار واحد ها يعني انت براسك غتشكي ها هما غير ما غنعاودني الى تقبلوا لي كتنعس وكتفيق وكتسرق كتلقى 1000 درهم بوحدها ها هي كنقول لها اختي بزاف كتقول لي انا بغيت ندير فيك الخير انت مالك شغلك بوحدها هي كتدير فيك الخير ما بغاش تنزلوا ليا عطات لي واحد السيده وقالت لها انا يسرى قالت هذه دار الصابون اللي ما صب اليوم يصب الغدا وهي قلتها حرام 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 ها قلتها هي دار الصابون انا باين لكم لهذ الجهه هي كتدخل لا عندي في التصابر الاخرين طابليت غير كان قلت له يطلب السلامه ما حدو في الدنيا يطلب السلامه شوفي المهم باش ما نبقاش داوين عليها بزاف هي دخلت عليا النهار الاول كتبت لي هذا الفيديو هذا وقالت لي السلام قالت لي السلام خويا مبروك ما درتش الله يكمل عليك بخير انا في اكسامبو في لوكسمبورغ في لوكسمبورغ هي اللي داخله عليا انا ما دخلتش عليها باش ما ندوش عليها بزاف هاد السيده هادي الله يخلص كل واحد شوف الى هو ظالمك ربي كيشوف الله يخلصه ولا انت ظالمه الله يخلصك ولا بغيتو تطولوا في هذا الشيء ويدخلوا فيه الصحافه ويدخل في هذا الشيء كامل لا غادي فريمون غادي زعما تقولوا باش غادي تشوفوا في الاخر تصالحوا راه هذا الشيء ما كاينش المهم اللي غنقول لكم بلي خويا هشام جا عندي وغادي نعنقو وقولوا حقا خوك هو اللي تولك ماك حقا ولي راجلك كيشوف فيك حقا هادي بصح تلقى لي هادي بحال دابا راه وحده انا كان تيقولوا لي كتعانقي الاولاد وكتقول لي خويا راجلك واش ماشي بنادم واش ما كيشوفش فيك
دابا عمها عندهم ما فهمتش انا من كنعمم شو كان كنخصص انا مثلا عنقتك ولا راك حدايا راك خويا ربي اللي كيعلم لا ما خصكش تعنقي ماشي خوك خوك هنا ولات امك خوك هو اللي هذا خوك ولا هذا خوك هذا هشام خويا وخرجة مرات خويا وجاو عندي مرحبا مرحبا غنقاطعك داك النهار شنو سولتك 16 قلت لك واش واخا اتفقت انا وخديجه اش بغينا نديرو اشنو غادي دير قلت وانا قلت لك لا قال لي يسرى بغيت نستشر معاك قلت لي اشنا هو قال لي عافاك بغيت انا لانه الناس هو دغيتا فريمون تاب ولكن الناس ما قالوش ولكن فكر انه يدير اخوان ولبس تقصير وشنو قلت لك على خديجه وخديجه دير النقاب قبل ما يوقع لها المشكل قلت لها دير النقاب قالت لك انا قررت ندير النقاب قلت لي لا اش غيقولوا الناس غيقولوا حقه قلتو حامله وقع المشكل طاح ليا باش عارف ربي داكشي من ديطاي شي متابع شي يعني متابع من وراء غديروا النقاب وغيدير هي النقاب ما غتخمر ولا ما عرفتش وهو غادي يدير تقصير اش غيولي يقولوا لا بغاو يديروا البوز راه هادي قال باش الناس يتيقوا بالصح انا تبت وتجوج بغيت ندير وليدات وما خلاونيش الوغ البنات كنتمنى ان يكون التوضيح ديالنا كافيين وكنقولوا لهشام الله يعاودك ربي خير ان شاء الله وما تلقاو من هنا ثاني تلقى جوج شطات ان شاء الله ومساخن الحلو ان شاء الله وهاد السيدة دي اللي عندو معاها مشكل الله يهديها عليهم صراحة والله يهدي النفوس والله يصبحكم على خير.